مواد المخترعه حديثا لحمايه السيارات اللي هي كتدخل في اطار النانو بروتكسيون، فهي متعدده، فهي متعدده صنعت لحمايه السياره وهيكل السياره تحميه من العوامل الجويه بالدرجه الاولى، من الحراره، من لاسيتيتي ديال الشتاء، من الاشعه الفوق البنفسجيه، من الاسماء الاشياء اللي كتحتك بالسياره يوميا. داكو. ولكن بواحد الشكل نسبي، ماشي 100% كما كيعتقدوا مجموعه ديال الناس. داكو. انه الا حط هاد البروتكسيون على السياره ديالو كيعتقد انه عمل له واحد الدرع حديدي ما كيبقاش يغسل السياره ديالو، كيبقى فيها البروتكسيون، وهذا غلط. فهذيك البروتكسيون ربما إضافة إلى الغسل اللي هو بروفيسيونيل واحد 50% 50% كتعزز ديك الحماية ديال السيارة وكتحمي وكتحافظ على اللمعان لمدة طويلة. بالدرجة الأولى كتحافظ على اللمعان ديال السيارة لمدة طويلة. أما الحماية من التخريش ومن الشراطي فهذا مبالغ فيه، واللي كدير تجربة بسيطة، تجربة بسيطة يمشي عند يجيب سيارته يعمل له البروتكسيون عند هاد الناس اللي كيدعيو انها راه كتحمي من التكربيش، ويشرط بالمسمار ولا بالساروت وغادي يلاحظ الفرق، ما كاينش، لان هذاك برودوي شيميك قابل للتصلب، يعني كيولي مادة زجاجية فوق السيارة، وبالتالي كما ان الزجاج كيتشرط راه غادي يتشرط، ولو ان الصلابة ديالو ربما تكون زايدة على الفيرني اللي تحت منه، هذيك المادة ديال البروتكسيون كتكون صلبه، الصلابه ديالها زايده، وانما ولكن كتشرط نسبيا اقل من البرنيز، وتحافظ على ما عند السياره لمده طويله، ولا ما عند ديالها كيزيد بواحد تقريبا واحد 40% على ما عند العادي السياره العاديه.